مرحب فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم نجوم اللعبه. احنا متواجدين في نادي النصر وتحديدا لعبه الكاتي. خلكم معنا بعد الفاصل نتعرف اكثر على هذه اللعبه. معكم علي بدر المطيري، لاعب نادي النصر فئة كاتا. طبعا عندنا فئة الكاتا هي مجموعة حركات قتال وهمية تتطلب سرعة وقوة عالية وتجهيز بدني. لعبة كاتا هي عبارة عن تقريبا من 20 إلى 25 حركة وهمية تضرب في الهواء، استعراض تتطلب القوة وسرعة عالية مع تجهيزات بدنية سابقة. وعندنا طبعا تدرج بالكاتا مع الأحزمة، لكل حزام كاتا معينة لازم يتم حفظها. عندنا تدرج من الحزام الأبيض إلى أسود عن طريق الأصفر البرتقالي الأخضر ثم أزرق بعدين البني، ثلاث دانات 1 2 3 والأسود إلى ما لا نهاية. طبعا لعبة كاتا تتميز بسرعة وقوة، قوة بدنية عالية. يعني عندك ألعاب قتالية الثانية بس تتطلب سرعة، أما لعبة الكاتا عندنا لازم قوة بدنية وتجهيزات يعني فوق المستوى، تنجز على مستوى الجسم، يعني تشد على جسمك وتشد على عضلاتك وبس. بخصوص خصائص لاعب الكاتا، طبعا عادي اي لاعب يقدر يجي يدخل كاتا يتعلم الحركات وياخذ عندنا مرحلة اعداد بدني. مرحلة اعداد بدني اذا اجتازها مع قوة وسرعة عالية يقدر يروح يلعب الكاتا بقوة وسرعة ومهارات يعني، ويصير بطل من ابطال الكاتا، وهذا اللي يحتاجه لاعب الكاتا. طبعا رسالتي للاهالي اللي يقولون ان الكاراتيه او اي العاب قتاليه تولد العنف، هذا كلام غلط. بالعكس، اللعبه تعطيك ثقه بالنفس بعد الله وتولد المحبه، وتشوف ربعك بعد النادي، يعني تستفيد من وقتك اللي هو ما بعد المدرسه. واللعبه ما فيها عنف، في عندنا قوانين وعندنا واقيات، يعني كل شيء بقانون، يعني لا يتعور ولا شيء، وثقه ان شاء الله بعد الله. وطبعا نشكر القناه الثالثه على استضافتهم لنا، وان شاء الله تتكرر الزياره وحياهم الله. نطلع معكم أعزائي المشاهدين فاصل ثم نرجع نستكمل معاكم أحداث حلقتنا. علي يحيى أحد لاعبين الكاتا في نادي النصر. بالبداية علي، علمني شنو الكاتا؟ الكاتا هي مجموعة حركات تكون وهمية تساعدك في القتال. يعني الكاتا لعبة بشكل عام لعبة حركات وهمية ما فيها فايت. ما فيها فايت. شنو اللي يعجبك بالكاتا خلاك تدش وتستمر فيها؟ ان فيها شد عضلي وسرعة وتعطيك الطاقة. ما شاء الله، اكيد الكاتا يعني لعبة كبيرة ونوعا ما تحتاج حركات، تحتاج تدريب وتركيز. كلمني عن حركات الكاتا اللي عرفت. حركات الكاتا فيها انواع من الكاتات، كل كاتا لها حركات مختلفة وكل واحدة لها اسلوب ثاني تقدر تلعب فيه. صعبة ولا سهلة؟ في منها السهلة وفي منها الصعبة، في انواع مختلفة. شنو اللي خلاك تختار الكاتا بالذات، يعني وانت عندك يعني فرصة بالكاراتيه؟ الكاتا والكاراتيه مكان تدريبهم واحد، يعني شو اللي خلاك تستمر بالكاتا؟ لاني احب الحركات الوهمية وتعطيني اندفاع اكثر اني امارس لعبة الكاراتيه. ما شاء الله، راح تستمر فيها ان شاء الله. اي حزام عندك؟ حاليا البني. حزام البني. مشوار الاسود هل بعيد ولا قريب؟ لا قريب ان شاء الله. قريب. شنو اللي قاعد، شنو الطرق او اللي تتخذها عشان توصل للحزام الاسود؟ بالتمرين والتدريب كل يوم ان شاء الله اوصل الاسود واطمح للاعلى ان شاء الله باذن الله. طبعا الكاتا والكاراتيه حزامهم واحد. اي واحد. نفس
نفس التصنيف. نفس. زين كلمني عن لعبة الكاتا، هل نصحت ربعك، نصحت اخوانك في الدخول؟ قبل بالمدرسة كان عندي رفيجي نصحني اني ادخل الكاراتيه، وللحين الحمد لله دخل. دخلت كاتا انت ما دخلت كاراتيه؟ الكاتا تحديدا الكاتا. كان ناصحك بالكاتا؟ اي. كابتن محمد حميد هو احد مدربين الكاراتيه وتحديدا الكاتا، كلمني كابتن عن لعبة الكاتا. الكاتا هي عبارة عن حركات قتالية وهمية، بتخيل لك ان انت مثلا بتصارع ثلاثة او اربعة، لها حركات معينة بتكنيك معين برتم معين. لعب الكاتا بيبقى لعبه اصعب بكتير من الكوميتين، لانه بيحتاج منه ان هو بيفكر ان هو بيباري اربع افراد قصاده، يعني وهميا انه يباري اربع افراد ويطبق الحركات، طبق الحركات برتم، رتم او تيمبو معين، لها تيمبو ولها حركة، وتمرينها قوي جدا، قوي يعني عايز لاعب قوي وذكي، مش فرق الجسم، عشان في ناس تقول لك لا رفيع او متين، لا بالعكس الجسم ما يشكل اي مشكلة، يعني اي مشكلة لو هو ذكي بيلعب تمارين اللياقة البدنية دي بتاعتنا احنا، دي شغلنا. بس كابتن تواجهون انتقادات من لاعبي الكاراتيه، يعني مو الكل يحب لعبة الكاتا انها لعبة وهمية، فالفرق اكيد والسجال بين الكاراتيه والكاتا كبير. لا مش الكاراتيه والكاتا، الكوميتي والكاتا اللي هو الفايتنج. لا ده لاعب وده لاعب. لاعب الفايتنج ممكن في اسبوعين ثلاثة يلعب ويسوي ويدش بطولة، لكن لاعب الكاتا بيحتاج مجهود من 3 4 شهور ل 5 شهور على ما يبقى لاعب كاتا منتظم. يعني تجهيز لاعب الكاتا اصعب واكثر وقت، اصعب بكتير، وشغل وشغل عضلي قوي وتمارين وشغل، وان هو يحفظ التيمبو، تيمبو الكاتا دي حاجه حلوه، وبعدين مجموعه حركات ممكن 20 حركه 30 40 حركه ورا بعض وبارتام معينه، يعني في قوه وسرعه وفي رتم بسيط وفي رتم قوي على حسب. شوف الخامات اللي موجوده ونوعيه اللاعبين اللي يمتلكها نادي النصر. لا في لاعبين كتير، في لاعبين كتير ما شاء الله ما شاء الله، والسن الصغير زي ما انت شفت عمرو او عمر او سعد او علي، او مجموعه حلوه ومجموعه ذكيه جدا وما شاء الله مهتمين، يعني الواحد بيتعب يلاقي، مش بيتعب ان هم يمشوا، لا ده عاوز يكمل اكتر، عايز ابقى اول الكويت، لا عاوز اوصل منتخب، لا انا عاوز ابقى بطل اسيا، لا انا عاوز اخش بطوله عالم. حتى بيسال في لقاءات في البوسنه، مع ان انا مدرب بوسنه، بيبقى في لقاءات في البوسنه، ساعات بنسافر نروح نعمل لقاءات خارجيه هناك، يعني الاولاد ما شاء الله عندهم طموح عالي ان هو يوصل بطوله عالم. كل التوفيق لكم، الله يعطيك العافيه، عساك على القوه. تسلم تسلم، شكرا. عمرو انور احد لاعبين نادي النصر في لعبه الكاتا، كلمني متى دخلت نادي النصر؟ من سنه وسنتين زي كذا يعني. ما شاء الله من سنتين، شنو اللي تعلمتها الى الان؟ تعلمت السرعه والقوه، وتعلمت ما فيش تهزيز، وتعلمت افرض حاجات عديده حلوه يعني. عجبتك لعبه الكاتا؟ جربت الكاراتيه ولا جربت لعبه ثانيه؟ جربت الكاراتيه بس، وجربت كره القدم وبس. ليش ما يعني شنو اللي خلاك تستمر بالكاتا، يعني ما رحت لعبه ثانيه؟ لاني لما دخلت كرة القدم لقيتها وحشة فقلت ادخل الكاراتيه. يعني ما عجبك كرة القدم، يعني حبيت الكاراتيه اكثر؟ لا ايوه. زين وين ناوي توصل، منو مثلك الاعلى، طموحك؟ ازاي يعني؟ منو مثلك الاعلى؟ اكيد الواحد لما يحط له مثل اعلى وده يوصل نفسه او يصير نفسه. باصدقاء يعني سعد وعمر. تبي تصير نفس سعد وعمر؟ الله يعطيك العافيه بالتوفيق. الله يعافيك. إلى هنا وصلنا معكم أعزائي المشاهدين إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم باكر في حلقة جديدة، فما الله.